كان نفسي نبدأ من اللقاء اللي فات واحنا فايزين، ولكن الحمد لله على الحمد لله زي ما بنقول كده، والحمد لله على كل شيء. بس لازم نشوف أخطائنا عشان نعالجها، لازم نشوف احنا غلطنا في ايه علشان نبني للفترة اللي جاية. مش هنهد معبد ولكن نرمم عشان نقدر نكمل. شايف اللقاء اللي فات ازاي، وايه الأخطاء الفنية اللي وقع فيها مستر فريرة واللاعبين؟ طيب خلينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنتكلم، احنا هنقول هندعم وبنساند وبنقول الفرقه كلها ولعبتنا، لكن عشان نتكلم على الشكل الفني اللي حصل المباراه فاتت، طبعا انت مش فيك قدامك غير هو المكسب. طبعا انت رايح على المفروض عشان تكسب 90% ومليون في المية لازم تكسب. فيمكن احنا بدأنا بالتشكيل من بداية اللقاء، احنا لعبنا ب5-4-1. تمام، كان بدأ بصبحي هو كان شكلها يبدو 3-4-3. تمام، لا ده كان البدايه، ولكن كتاكتكس جوه الملعب كان مختلف. هو الشكل على الورق هتلعب 3-4-3 بالونش وعبد الغني وعصام عبد المجيد، ده الشكل على الورق. ويبقى في نص الملعب هيبقى معاك فتوح ومعاك نيمار ودونجا ورؤى، وقدام الجزيرة وزيزو وشلبي. لكن الشكل الفعلي اللي في الملعب، اصل في فرق بين الطريقه وبين الخطه، صح؟ طريقه اللعب بين تنفيذها، بين طريقه اللعب وخطه اللعب، وبين التنفيذ والاداء والشغل في الملعب، صح؟ النهارده الشغل في الملعب اللي حصل في الماتش اللي فات ده اتحولت ل5-4-1، بمعنى خلت فتوح باك ليفت ونيمار باك رايت، وبقى عندي حسام والونش وعبد الغني الثلاثه، بقى بقيت عندي بلعب بخمس لعيبه مدافعين. فانا كده فقد الجزء الهجومي بتاعي. لما بقى عندي دونجا ورؤى، فدونجا ورؤى المفروض يعملوا ربط عندي بين المدافعين وبين المهاجمين، فالمساحه والجاب بعيد قوي. هتقول لي عشان فتوح وعشان نيمار يكمل مع شلبي ومع زيزو، فالمشوار بعيد قوي عشان يقدر يكمل بالشكل الهجومي ويرجع تاني. طيب بقيت انت الجزيري بتلعب بالجزيري فرد لوحده، كان بيقطع وبيخبط وبيروح، يمكن في واحده راح بيها كمان يعني ضاع بشكل غريب قوي. يعني هو قطع من وسط الاثنين مدافعين وحاول عليها وكافح بشكل غريب قوي. انا الجزيري ما اقدرش اقول عليه لعيب وحش. لا انا ما قلتش لعيب وحش، بس احنا بنقول هو بيكافح. انا بعيب عليه في الفينش الفتره طول الموسم ده. تمام. من ماتش الاهلي اللي فات في الكاس اللي احنا كسبناه 2-1 جاله نفس الانفراد. بنفس الطريقه. بنفس الشكل، دي حقيقة. يمكن اسهل، كان معاه مساحه كبيره وبرضه حطها في رجل الشناوي يعني، والكره جات له في ماتش شباب الاستداد. هو اختار الحل الاصعب والامهر من بين رجل الجون. دي حقيقه. دي حضرتك يعني كابتننا، وانا بلعب خماسي كده على قدي، بصباعه الكبير جون. طيب خلينا جون نازل مترقص. خلينا هو جاي الجون كده كده نازلها على الارض. نازل مترقص. وسهل قوي، راح حاططها ببطن رجلي من جنبه. لا هو الاسهل تشب بصباعك الكبير كده جون هناك. وخلينا اقول ان في ناس كنت لو انت بتتفرج على الماتش يقول لك ايه، ما هو كان زيزو جاي من بعيد. ده الحل. هنقول بعيد شويه يعني، انا بفكر دي محتاجه بلاي ميكر. مش سترايكر عايز يسجل. وانا بقول لك انت سترايكر، خليك طماع شويه على الجول، بس الطماع بطمع بايجابي. طب لو حط وش رجله في حلق الجون جون. تمام. حسام حسن عملها في 2006 هنا في مصر، نزل البديل وهو كان لسه وكان بيبطل، بس من نفس الكوره بس من الناحيه اليمنى. تمام، دي حقيقه. حطها بسن رجله في حلق الجون جون. دي حقيقه. تقريبا كان في ماتش زامبيا تقريبا ماتش خلص 4 4. طيب احنا هنرجع للقاء، اشتغلنا زيزو والجزيري. طيب احنا بالشكل على الشكل على الورق بالشكل المدافع كنا بندافع كويس قوي وبنقفل مساحات كويس قوي. فلما تيجي بترهق اللعيبه بالشكل الدفاعي في الملعب عشان تتحول من دفاع لهجوم، انت الشغل طول ما الكوره بتتحرك عليك انت مرهق ذهنيا ومرهق دفاعيا. هو شباب الاستاد كان بيعمل ايه؟ كان بينقل بالعرض وبيتحرك، بس بيتحرك نص ملعب وبينقل، فكان بيرهقك ذهنيا. انت بتشتغل عاوز تقطع الكوره وتبدا تبادل تهاجم تاني. فده عبء نفسي وضغط عصبي وضغط فني عليك عالي جدا. تمام. انت اشتغلت بالشكل ده الشوط الاولاني ماشي كويس، وبتقطع وبتسلم ومقفل كويس قوي، فبتلعب على واحده مرتده او تلعب على الشكل ده. ونجحت في واحده فيهم. نجحت في واحده كانت ممكن تخلص الماتش، كانت تخلص الماتش، ما حلفكش التوفيق فيها. كنت اقدر احافظ على الشكل ده واشتغل بيه على طول. تمام. بدايه بالظبط شغل شباب بوليزيرو واشتغل عليك في الدقيقه بالظبط من 72. هنقول تبديلاتي لما بدلت النهارده محمد طارق لسه ناشئ، الماتش ضغط عصبي عليه وضغط عالي جدا، فبدلت مكان نيمار. في فرق لو نيمار اشتكى ان هو مصاب او مش قادر انا اقول انت بدلته. انما لو نيمار جهز وكويس وكده كده ماشي كويس في الماتش. بدايه اللقاء لما طلع نيمار واشتغل مع محمد طارق، بدا الفرقه شيرابور زي تكثف عليه الضغط من الجزء ده، لان يعني طارق شاب صغير تقريبا طول الماتش بيجمع الكوره على الوينج ليفت وبيلعبوها على بره ال 18. انا شايف برضو الزمالك كان في ماتش الترجي كان كومباكت جدا، خطوطنا قريبه من بعض جدا، مفيش ستريتشنج للملعب، بنتحرك از يونت. جينا في ماتش شباب بورسعيد بدانا نفتح خطوطنا، كنت حاسس ان خط النص وخط الدفاع ملتصقين بعيد المهاجمين وخط الهجوم بعيد، يعني حتى في كور كتير. تمام، دي حقيقة. تلاقي دونجا ورؤى
جوه الست يارده بتاع نادي دي حقيقه الزمالك ودي عملت لنا مشاكل. طب احنا ازاي نعالج ده في اللي جاي؟ يعني انا عايز اتكلم على اللي جاي كده، مش عايز اتكلم في اللي فات كتير علشان جبت حاجه حلوه. بالظبط دونجا وروا جوه ال 18. خليني في الهدف الثاني، كان دونجا هو اللي الكره تعدي من فوق دماغه جوه السته عشان كانت كره ثابته، يعني ده مش مكانه ده مش مكانه طيب. عشان كان في تبديل لساعتها المدافع. تمام طيب. احنا بعد ما هنعالج هنشتغل على الجزء ده. انت النهارده كان سيف رجع فلازم ينزل من بدري. تمام ينزل يشتغل من بدري، ينزل من بدري يشتغل تحت الفراوده. هو في وجهتين نظر، في ناس تقول لك ينزل من بدري وناس تقول وانا ليه اخد الريسك الاول؟ ما كنت اسيب شباب بورزداد لو كان عدينا خمس دقائق كمان كان هو هيضطر يهاجم اكتر. طيب فاستغل بقى انا الكاونتر اتاك بسيف سيف جعفر ويوسف النبي. انا عايز ايه في اخر ربع ساعه؟ عايز اسجل، عايز اسجل اهداف صح وما اخش فيها هدف. كنت ممكن لما خرجت نيمار النهارده ما كنتش لاقي، كنت مخرجش نيمار ورحلت عبد الغني ناحيه الرايت ولقيت اربعه عشان يخليها على الورقه تاني 4-3-3. كنت رحلت عبد الغني ناحيه الرايت ودخلت نيمار في نص الملعب تمام، وكنت نزلت بناصر ماسك جنب الجزيري بقيت بلعب باتنين فراوده. طب ماشي، طب دي وجهه نظر حلوه جدا. انا برضو في حته عايز اتكلم فيها، ويمكن ده كان مفتاح السنه اللي فاتت. مفتاح السنه اللي فاتت للزمالك في اعاده الدوري وكل البطولات كاس الرابطه. كاس الرابطه ما كناش فيها جيدين، ولكن شفنا فيها حسام عبد المجيد اكتشاف، شفنا فيها تمام محمد طارق، شفنا فيها حتى حراس المرمى الشباب نديم وسيد عطيه، نديم وسيد عطيه شفنا كل اللعيبه الشباب. قلنا ايه ده؟ ما عندنا شباب اهو، واتظلموا في كاس الرابطه مع كارتيرون ساعتها. تمام دي هل حقيقة. ممكن نشوف دلوقتي فيريرا او الجهاز الفني اللي هيكون موجود او ايا كان مين المدرب اللي هيقود يحط عينه على بعض من اللعيبه الشباب من 2003 2006 لسه كسبانين اول امبارح 2003 كسبانين بشكل كبير